ولكم باك لفيديو جديد بتعلق باللونج مان توفل بريبريشن كورس ذا بيبر تيست. وبهذا الفيديو رح نحكي عن الريدنج سكيلز 3 و4 اللي هو كيف نجاوب على اسئله الستيتد والانستيتد ديتيلز لما تجينا في الامتحان التوفل. خلينا نبدا باول مهاره اللي هي مهاره رقم 3 فايند ستيتد ديتيلز. راح تلاقوا هاي المهاره موجوده على صفحه 259 في الكتاب الورقي. هلا ستيتد ديتيلز بيجينا السؤال، اول شيء لازم طبعا حتى في الريدنج نعرف نجاوب على السؤال بطريقه صحيحه، لازم نميز المهاره اللي مطلوبه منا في السؤال نفسه. ف كيف نعرف انه هذا السؤال بده منا stated details؟ بيكون السؤال عبارة عن ما يلي: which of the following is stated about Egypt؟ او which of the following is stated about محمد؟ in the passage طبعا، يعني بيكون عندك فقرة وهذا السؤال بيقول لك which of the following من الجمل التالية، اي من الجمل التالية is stated مذكور صراحة عن شغلة معينة، وبتكون هاي الشغلة مذكورة في السؤال. أو ممكن يكون سؤال which of the following is true، أي من الجمل التالية صحيح. كمان ممكن يجينا السؤال بشكل the passage indicates that، إيش بتدل الفقرة، أو it is stated in the passage that، مذكور في الفقرة إنه، وبعدين بيعطيك فراغ طبعا وأربع خيارات، فإيش هو أي خيار من هدول الخيارات مذكورة في الفقرة، أو according to the passage، وممكن يكون محدد أو ممكن يكون مفتوح، يعني إنه according to the passage وعندك 1 2 3 4 خيارات، أو according to the passage محمد فراغ. ساعتها أنا بهمني أركز على اللي عمله محمد أو اللي حكى محمد وأختار الخيار المناسب للسؤال. ممكن يجينا السؤال إنه the author mentions that، يعني واحدة من هدول الكلمات إذا جتنا في السؤال أنا بعرف على طول إنه هذا السؤال عن الستيتد ديتيلز. اوكي، طبعا كيف بتعامل مع اسئله الستيتد ديتيلز؟ الستيتد ديتيلز هو عم يسالك اي من الجمل التاليه صحيح، بما معناه انه راح يكون في عندي 3 خيارات خاطئه، او راح يكون عندي 3 خيارات في اشي منها مش مذكور اصلا، او اشي منها مذكور لكن عن اشي تاني غير اللي بدهم اياه في السؤال. فاللي انت بدك تدور عليه انه بدك تدور على واحد من هدول الخيارات اللي يكون مذكور او يكون صحيح عن النقطة اللي هم سألينك عنها في النص. طب كيف بتعامل معه انا؟ زي ما قلنا بيكون عندي 3 خيارات خاطئة، او بتكون مش مذكورة اصلا في النص، او بتكون مذكورة لكن عن شيء اخر غير المطلوب منا من السؤال. يعني السؤال مثلا بيقول لك it is stated in the passage that محمد، وعندك فراغ. هلا انت بتمسك الخيار الاول بتلاقيه موجود بس هو مش لمحمد، هو عمر اللي عمله مش محمد، ساعتها هذا غلط لانه هو مذكور لكن عن شخص اخر غير اللي موجود في السؤال اللي السؤال طالبه. او ممكن تلاقي شغله عكس الموجوده في النص، يعني مخالفه تماما للموجوده في النص، يعني النص بيقول لك مثلا انه it is easy to pass the test، تيجي واحد من الخيارات بيقول لك it's not very simple، there's no simple way to passing the test، معناته هاي مخالفه، يعني هي ضد اللي موجود في النص فهي خاطئه. او ممكن انها مش مذكوره اصلا، يعني انا اذا لقيت الخيار مثلا مسكته دورت عليه في النص ما بلاقيه اوكي بالمره نهائيا. السؤال فعليا عم يسالك ايش الاشي المذكور في النص، فراح يكون في 3 خيارات خاطئين او مش مذكورين او مذكورين لكن عن اشي مختلف غير اللي السؤال طالبه. فانا ببلش بطريقة الحذف، يعني بمسك خيار خيار وبدور عليه في النص، اذا ما لقيته بشطبه، اذا لقيته بس لقيته بالعكس بشطبه، اذا لقيته لكن عن شيء اخر غير اللي السؤال طالبه مني برضو بشطبه، لغاية لما الاقي الخيار اللي موجود صراحة في النص. طبعا الخيار ممكن ما يكون صريح، يعني ما يكونش copy paste نفس الكلمات، هو بيكون paraphrasing، يعني نفس الفكرة لكن بكلمات اخرى، لكن هي بتكون عادة سهلة انه نندل عليها، يعني ما بتكون كتير كلمات معقدة او paraphrasing بصورة انه ما تقدر تفهمه. طيب خلينا نشوف مثال على هذا النوع من الأسئلة. مثلا في عندي الفقرة التالية: ويليامزبرغ is a historic
سيتي ان فيرجينيا. طبعا ما بيهمنا نقرا القطعه، اللي بيهمني ابلش بالسؤال. انا بتطلع على السؤال حتى اميز شو المهاره تبعته. المهاره موجود فيها according to the passage، طالما فيها according to the passage معناته هذا stated detail. هو عم يسالني اي واحد من هدول الاربع خيارات صحيح وموجود عن ويليامزبرغ. هاي الكلمه الرئيسيه ويليامزبرغ is located، فانا بدي ادور ويليامزبرغ وسيتويتد. سيتويتد نفس معنى لوكيتد، هي بارافريز لإلها. هلا بقرأ هذه السطر حتى أنا أعرف أي خيار هو الصحيح. ويليامزبرغ is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers. أوكي؟ هاي الجملة اللي بتهمني. هلا باجي بتطلع، هل هي on an island؟ island مش مذكورة. in the middle of a river؟ مش مذكور. where the York and the James meet؟ ما بنعرف. حكالك the York and the James بس ما قالك meet. on a piece of land where rivers with the rivers on two sides. هيو حكينا situated on a peninsula، peninsula اللي هو الراس اللي بيكون يعني محيط بحيطه بيجي بين نهرين، يعني هي نسيت اسمها بالعربي والله. فهاي هي بتكون البنينسولا بين نهرين، يعني هي قطعة أرض مثلثة الشكل بين نهرين بتكون. فالجواب الصحيح بده يكون طبعا دي اللي هو عبارة عن بارافريز لنفس الجملة اللي احنا هلأ قرأناها. السؤال الثاني the passage indicates that Jamestown. أنا شفت كلمة indicate معناته هذه stated detail question، معناته في عندي ثلاث خيارات مش راح يكونوا مذكورين او راح يكونوا مذكورين بس عن اشي تاني مش عن جيمس تاون، او راح يكونوا يعني خاطئين انه مذكورين بس بالعكس في النص. خلينا نشوف الخيارات. الخيار الاول was settled in 1633. هلا اذا بتطلع على التاريخ هون 1633 اللي موجود في النص اللي امامنا هون، اوكي 1633 بعد بتطلع it was settled by English colonists in 1633. طبعا ايش هي it؟ it عائدة على ويليامزبرغ. اوكي هون السؤال عم يطلب مني جيمس تاون مش ويليامزبرغ. ف was settled in 1633 هذا عن ويليامزبرغ الحكي مش عن جيمس تاون. اوكي يعني هو موجود في النص وصحيح لكن عن شيء اخر مختلف غير اللي السؤال طالبه. طيب الخيار الثاني was settled 26 years after Williamsburg. هلا اذا بتلاحظوا في عنا في النص موجود كلمة after، لكن اذا قرأتوا الجملة حتلاقوا انه Williamsburg هي اللي after Jamestown. فجيمستاون هون الجملة بتقولك انه Jamestown was settled 20 years after، فهي لا Jamestown was settled before Williamsburg 26 years before ويليامزبرغ، بس ويليامزبرغ هي اللي was settled 26 years after Jamestown. السؤال عم يطلب عن Jamestown مش عن ويليامزبرغ. اوكي فهو موجود النص لكن عن اشي مختلف غير اللي مطلوب منا في السؤال. الخيار الثالث was the first permanent English colony in America. طبعا هون انتو بتلاقوا انه first permanent English colony in America was settled at Jamestown، معناته Jamestown was the first permanent English colony in America. هذا الحكي صحيح. الخيار الرابع راح يكون غلط لانه was originally named Middle Plantation. موجودة هاي المعلومة هيها امامنا اوكي بس موجوده عن ويليامزبرغ مش عن جيمستاون. In the beginning of the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. اوكي فضروري كثير انه نكون منتبهين السؤال طالب هاي المعلومه عن ايش بالضبط. اوكي زي ما انتم ملاحظين السؤال الاول كان فيه خيارات مش موجوده اصلا في النص. السؤال الثاني كل الخيارات موجوده في النص بس كانت تحكي عن اشياء اخرى. اوكي وخيار بي مثلا كان خاطئ، يعني جيمس تاون كانت بيفور مش افتر. اوكي خلينا نشوف السؤال الثالث. هلا السؤال الثالث the passage states that the name middle plantation. هلا انا اللي بهمني اللي هو الاسم middle plantation، هذا هو المفتاح الرئيسي اللي بدي ادور عليه في النص. اوكي يعني الاجابه لازم تكون تتعلق في كلمه middle plantation. Is a more recent name than Williamsburg. هذا الحكي غير صحيح لأنه it's older, it's not more recent. زي ما إحنا شايفين يعني في النص إذا بتقرأ النص بتلاقي إنه it was before. Okay.
In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. In the beginning, okay. بعدين غيروا اسمها لويليامزبرغ. كانت بالأول اسمها Middle Plantation. بعدين غيروا اسمها لويليامزبرغ. طيب. B. Derived from the location of the colony on the peninsula. هلا هذا الجواب الصحيح لانه هم سموها was named middle plantation because of its location in the middle of the peninsula. طيب C غلط, refers to the middle part of England. هي مش England, هي امريكا. اوكي. Was given to the new colony because it was located in the middle of several plantation. كلمة several plantation هاي ما مرت معنا, يعني اذا بتدور في النص كامل ما راح تلاقي several او many plantation. هو one plantation كانت. اوكي. فهذا بالنسبة للمهارة الثالثة اللي هي كيف نتعامل مع الأسئلة اللي بتطلب منا شو مذكور في النص. اوكي. طبعا بيلزمكم تدريب عليها, ففي عندكم واجب اللي هي المهارة نفسها سكيل اكسرسايز 3, بتلاقوها بصفحات 262 و63 اذا عم تستعمل الكتاب الورقي, لكن اذا عم تستعمل بي دي اف كوبي راح تلاقيها بصفحة 271. اوكي. هلا بالنسبة لسكيل 4 find unstated details اللي هي يعني فعليا انت عكست. هلا احنا بالاول كنا ندور على الجملة الصحيحة اللي مذكورة في النص, هلا احنا بندور على الجملة الغلط اللي مش مذكورة. يعني ثلاث خيارات راح يكونوا مذكورين في النص وواحد من الخيارات مش موجود او مش مذكور. هذا اللي بدنا اياه, هذا بده يكون هو الجواب unstated detail. طبعا السؤال بيكون which of the following is not stated او not mentioned او not discussed او not true. Which of the following is not true is false. اوكي. هو عم يسألك عن الغلط, فراح تلاقي انه في برضو بطريقة الحل واحدة. انا بمسك خيار خيار وبدور عليه في النص, اذا لقيته في النص بشطبه, مش هو اللي بدي اياه. هلا صار العكس عن مهارة ثلاثة. مهارة ثلاثة انا بدور على خيار خيار, اذا لقيته في النص هو الجواب اللي انا بدي اياه. لكن هلا باربعة انا بدور على خيار خيار, اذا لقيت الجملة هاي في النص موجودة معناته مش هذا اللي انا بدي اياها. انا بدي اشي يكون مش مذكور في النص او اشي يكون مذكور في النص عكسه, يعني هو خاطئ هاي الجملة اللي معي. هلا ممكن كمان يجينا سؤال انه all of the following are true except, كل الجمل التالية صحيحة ما عدا. فهذا بدك تعرف انه هذا stated unstated detail. طريقة جوابه نفس طريقة الستيتد, انا بمسك خيار خيار بدور عليه, لكن هاي المرة انا بدي ادور او الاقي الخيار اللي مش مذكور اصلا او مذكور خطأ عكسه مذكور في النص. اوكي. يعني ثلاث خيارات راح يكونوا صحيحات ومذكورات عن هاي النقطة, لكن خيار واحد مش موجود وهذا الخيار اللي انا بدي اياه. هلا انت بتدوروا يعني بصير برضو عملية حذف, انه اذا لقيت A في النص موجود وصحيح بشطبه, اذا لقيت B في النص موجود وصحيح بشطبه. فهون انا عم بدور على الخيار الخاطئ اللي مش موجود. اوكي. خلينا نشوف مثال عليه. يعني طبعا في طريقتين هون, انه تذكروا انه يا اما بيكون الجملة يعني مش موجودة اصلا وما انذكرت نهائيا في القطعة, او انها بتكون موجودة لكن خاطئة. فانا هذا اللي بدي اياها. خلينا نشوف النص التالي. يعني هذا كمثال. بيجينا سؤال على فقرة مثل هيك, بيحكي لك which of the following is not true عن كلمة gadget. بمسك خيار خيار وبدور عليه في النص. هلا اذا مسكنا الجمله الاولى it is used to name something when the name is not known. كلمه gadget is used to name something when the name is not known. اذا لقيناها في النص معناته ما بدي اياها. هيو بالسطر الثاني the word gadget is one such word. ايش هي such word؟ انه anything whose name is unknown or momentarily forgotten. اوكي. We give it a name مثل gadget. فهون مذكورة, مذكورة صراحة, فهاي يعني صحيحة. أنا بدي إشي unstated مش مذكور أصلاً أو بيكون مذكور بس خطأ. It was used at the beginning of the 19th century. إذا طلعته على السطر sorry C it most likely came from the word in the French language. إذا طلعته على سطر ثلاثة راح تلاقوا French word gâchette, يعني هي جاية من هاي الكلمة. طيب it was used هلا it is first known use
was by British sailor موجودة برضو بالسطر الثالث بقول لك it was first used by British sailors يعني موجودة في النص صريحة فمش هاي اللي أنا بدي إياها أنا بدي ال unstated اللي not true هلأ it was used at the beginning of the 19th century هو خاطئة هاي المعلومة لأنه it was used in the 1850s أوكي يعني مش at the beginning in the middle of the 19th century فهاي الجملة خاطئة وبتكون هي الجواب الصحيح اللي مطلوب مني لأنه السؤال عم يسألني أي جملة خطأ طيب نفس النص لكن سؤال آخر which of the following is not mentioned in the passage أصلا مش مذكورة يعني في ثلاثة إذا دورت عليهم بتلاقوهم لكن واحدة إذا دورت عليها قلبت الدنيا في النص ما راح تلاقيها not mentioned بالمرة فخلينا نشوف أول واحدة thingamabob طبعا موجودة هيها بسطر سبعة a gadget موجودة بالسطر الثاني the hooky موجودة بالسطر السابع الوحيدة اللي ما رح نلاقيها اللي هي what is it هاي مش مذكورة بالمرة اوكي فبتكون هي الجواب الصحيح بهاي الحالة هلأ زي ما انتم ملاحظين مهارة ثلاثة ومهارة اربعة هم عبارة عن نوع اخر من true or false مهارة ثلاثة عم تسألك which one is true مهارة أربعة عم تسألك which one is not true false okay فبمهارة ثلاثة رح يكونوا ثلاث خيارات مش موجودين غير صحيحين موجودين بس عن إشي تاني أنا بدي الإشي اللي موجود وصحيح مهارة أربعة طبعا إحنا بنميزهم من السؤال نفسه من كلمات السؤال بنعرف إنه هاي مهارة ثلاثة أو مهارة أربعة مهارة أربعة بتكون بالعكس عم تسألك أي واحدة من هدول مش صحيحة أو مش مذكورة أصلاً مش موجودة أصلاً أوكي؟ هلأ في الريدنج خصوصاً يعني بيعتمد على أنت شو بتلاقي سهل يعني هذه تتفاوت مقدرة من الطلاب يعني في طلاب بيلاقوها أنه يدور على الإشي اللي مش موجود أسهل من أنه يدور على إشي موجود مع أنه هي نفس خطوات الحل يعني على الحالتين أنا بدي أمسك الخيار الأول وأدور عليه في الجملة إذا في النص إذا موجود بيعتمد على أي مهارة السؤال إذا كان السؤال unstated معناته هذا موجود مش هو اللي بدي إياه إذا كان المهارة stated معناته هذه موجودة ما هو الجواب اللي أنا بدي إياه طيب بده برضو تدريب أكتر فأنتوا حلوا الأسئلة الموجودة بصفحات 265 و266 إذا عم تستعمل PDF copy حل الأسئلة من صفحة 274 يعطيكم ألف عافية هيك بنكون خلصنا هاي المهارات للريدنج 3 و4 ونشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد بمهارات جديدة Take care everybody Bye bye